السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، حط اللايك وحط الاشتراك. كل سنة وانتم طيبين يا ولاد. احنا النهاردة خلاص كده السبت ان شاء الله، بكرة ان شاء الله سحور، ويوم الاثنين ان شاء الله رمضان. كل عام وانتم بخير يا حبايبي، كل عام وانتم بصحة وبعافية، كل عام وانتم اولادكم بالخير وبالصحة وبالعافية. يا رب يعود علينا وعليكم الايام بالخير وبالبركة، يجعلوا يا رب كده شهر كريم مبارك علينا كلنا يا رب، على أخواتنا المسلمين كلهم. احنا كده يا ولاد حاطين البطيات، حاطين لهم هنا شوية غلة مع شومي حبايبي. السلام عليكم.